إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن بالتقوى الفلاح في الدارين والأمن والاهتداء بإذن الله تعالى. فمن اتقى الله وقاه، ومن شكره زاده، ومن أطاعه أثابه. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا حق، وإن رسوله حق، وإن كتاب الله تعالى حق، وإن الشريعة التي أنزلها الله تعالى حق، فما جاءت به الشريعة حق، وإن مما جاءت به الشريعة تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا أصل عظيم تقوم عليه حياة الناس في دنياهم، ويحصل به النجاة وتحصل به النجاة في أخراهم. ولقد حرصت الشريعة الغراء على هذا الأصل في جميع تعاليمها وأحكامها وتشريعاتها، سواء ما تعلق من ذلك بعقائدها أو بأحكامها ومعاملاتها. وهذا عباد الله ليس فيه من شك أبدا، إذ هذه الشريعة من خصائصها أنها ربانية إلهية، فهي من عند الله تبارك وتعالى. لقد جاءك الحق من ربك، كما أن هذه الشريعة عباد الله عامة لجميع من أدركها إلى يوم الدين، وأرسلناك إلى الناس كافة، كما أنها شاملة لجميع مناحي الحياة، لجميع مناحي الحياة، سواء ما تعلق بالدين أو الدنيا. كما أن الشريعة دائمة دوام الناس إلى يوم الدين. كل هذه الأصول وكل هذه الخصائص عباد الله ثابت بأدلة قطعية من كتاب الله عز وجل، وتواردت عليه سأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من الواجب عباد الله، أو كان الواجب على كل مسلم ومسلمة، التسليم لأحكامها والانقياد لتعاليمها والتمسك بأوامرها ونواهيها، بل ذلك دليل الإيمان وعلامة دخوله في القلب والجنان، كما قال ربنا الرحمن: فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن علامة الإيمان التسليم لأحكام الله جل وعلا، وهذا التسليم عباد الله ليس كما يفهمه بعض الناس أن فيه تعطيلا للعقول وإلغاء للفكر وإهمالا للنظر. كيف يكون ذلك وربنا جل وعلا عدد في كتابه غير آية من آياته يقول فيها وفي آخرها أفلا تعقلون؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ويقول جل وعلا أفلا تتفكرون، ويقول جل وعلا أفلا ينظرون، ويقول جل وعلا قل انظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فليس التسليم للأحكام الشرعية تعطيلا للعقول ولا إلغاء للفكر ولا إهمالا للنظر، بل هو قياد لما تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أيضا انقياد لما يمليه علينا إيماننا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الشريعة عباد الله صحيحة أحكامها، لا يخالف صريح ولا تخالف صريح المعقول أبدا. ثم إنها من عند الله عز وجل، هو تبارك وتعالى يفعل ويقضي بعلم وقدرة وقوة ومشيئة وإرادة وعزة وحكمة، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فما أدركت عبد الله، ما أدركت حكمته من هذه الشريعة، إنما يزيدك إيمانا على إيمان، كما في قول ربنا في حق إبراهيم بلى ولكن يطمئن قلبي. وأما ما لم تهتدي إلى فهمه ولم تدرك حكمته لقصر في العقل، فإن اليقين يملي عليك بالتسليم له وتقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عباد الله، إن مما أرشدنا الله إليه في كتابه أنه يبتلي عباده، وله في ذلك حكم عظيمة ومعان جليلة. قال ربنا تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل في علاه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالله جل وعلا يبتلي من يشاء بما شاء، يبتلي عباده وهو أعلم بهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا جانب من عباده يبتليهم الله تعالى، ولهم في هذا الابتلاء خير ونفع، فمن صبر ورضي وحمد الله كان ذلك له، كان له في ذلك الأجر العظيم. كما أخبر جل وعلا أيضا أنه يصيب بالابتلاء العظيم من تعاظم وتكبر،
وعلا وتجبر، فقال جل في علاه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا في آية أخرى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي كثرت أموالهم وأولادهم حتى عفوا، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في هذه الآيات عباد الله من سورتي الأنعام والأعراف ذكر جل وعلا أن من عباده من يبتليه الله جل وعلا بالبأساء والضراء لعله أن يتذكر فيدع الجبروت والتكبر ويرجع إلى الله. ولكن زين لهم الشيطان فما رقت قلوبهم بل قست قسوة على قسوة، فأعطاهم الله وفتح عليهم بعد السراء والضراء من مرض إلى عافية وصحة، ومن فقر إلى غنى، ومن ضيق إلى سعة، حتى عفوا كثرت الأموال والأولاد، ومع ذلك ما رجعوا إلى الله جل وعلا. ابتلاهم الله بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، ولكن لم ينفع فيهم لا هذا ولا هذا، فلا هم انتبهوا لا بالضراء ولا بالسراء، بل رأوا أن هذا كل من الضراء والسراء قد مس آباءهم من قبل، فلا تفطنوا لأمر الله ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. هذا حال الكافر عباد الله. وأما المؤمن فحاله على خلاف ذلك، يشكر في السراء ويصبر في الضراء. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يصيب المؤمن البلاء وهو خير له، ويصيب الكافر البلاء ويكون عليه وباء عياذا بالله تعالى، وليس ذلك لأحد قال عليه الصلاة والسلام إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن مع ما يبتلى به من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له خير. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أيها المؤمنون، إن مما جاء تقريره في الشريعة أن ما يصاب به العبد من الأمراض على مختلف أنواعها قد جاءت الشريعة بطلب الاستشفاء منها. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام أو قال الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار على الصحابة الكرام في كثير من الأمراض بأدوية كانوا يتطببون بها، فإذا تطببوا بها وقع الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، كما جاء في قصة ذاك الرجل الذي أصابه استطلاق بطنه أي الإسهال، فقال عليه الصلاة والسلام لأخي الرجل لما جاء يسأل: اسقه عسلا. فسقاه عسلا ورجع وقال: يا رسول الله، سقيته العسل فزاد استطلاقا. قال: اسقه عسلا. فزاد ثانية الثانية فزاد استطلاقا فقال: اسقه عسلا. فسقاه الثالثة ورجع وقال: زاد استطلاقا. قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقي العسل فشهي بإذن الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأدوية التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه الشريعة جاءت في هذا الباب آمرة بالتداوي مبينة لأخذ الأسباب. كما أنه من مجال السنة، عباد الله، أن بينت بعض أسباب هذه الأمراض، ومن هذه الأسباب الانخلاع من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وشرعها لهم. فمما فطر الله الناس عليه أكل الطيبات وترك الخبيثات، ومما جاء في الشريعة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمتى انقلب حال الناس وخالفوا هذه الفطرة كان ذلك سببا لانقلاب حالهم إلى أسوأ الأحوال، عياذا بالله تعالى. كما أن من أسباب الأمراض المضاهاة لشرع الله والإعلان بالفواحش والمنكرات. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة الكرام ويعلن بالنداء للمهاجرين عليهم الرضوان: يا معشر المهاجرين، خمس أعيدكم أن تدركهن. وذكرهم صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الخمس قوله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها، وفي رواية حتى يعلنوا بها إلا ظهر، وفي رواية فشى فيهم الطاعون، وفي رواية الطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، إلى آخر الحديث، رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. فمما جاء في السنة بيان أسباب الأمراض مما يدل على صدق نبوته، ونحن نقطع ونجزم بذلك وأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أيده بآيات وبينات، ومن ذلك الإخبار ببعض المغيبات المستقبلية التي خصه الله بها، ومن ذلك ما أخبر به مما
هو غيب بالنسبة لذلك الزمان، وأنه متى ما عمل الناس بالفواحش وأظهروها وأعلنوها وفشت فيهم، ظهرت فيهم أمراض لم تكن مضت في أسلافهم، وقوله عليه الصلاة والسلام لم تكن مضت في أسلافهم، ذكر أسلافهم الذين هؤلاء اللاحقون من أولئك السابقين. فما الذي أصاب اللاحقين بخير غير ما كان عند السابقين وهم منهم ومن نسلهم؟ إنما كان من الأسباب ظهور الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحديث يظهر عباد الله أن من أسباب الأمراض الخبيثة والأوبئة، بل من أسباب الطواعين والأوجاع التي لم تكن قد وجدت فيمن مضى قبلنا، ظهور الفاحشة وانتشارها والعمل بها وإعلانها، وهذا وللأسف الشديد ما قد وجد بكثرة في هذه الأزمنة عياذا بالله. فصارت الفاحشة قد انتشرت وظهرت وأعلنها كثير من الناس، عملوا بها وأعلنوها وصارت تذاع على شاشات التلفاز وحتى في الجوالات والهواتف النقالة وغير ذلك، عمل بها الناس وأعلنوها، فكان مصداق ما قاله عليه الصلاة والسلام. وها هو كم من مرض لم نكن نسمع به من قبل وما انتشر من قبل وقد ظهر في هذه الأزمنة، أمراض لم تكن من قبل ظهرت أو كانت لا كنا لا نسمع بها فصرنا نسمع، أو كانت على وصف ضعيف لا يؤثر في الإنسان فصار أثره قويا، وهذا ما نراه ونسمعه في دنيا الناس. وهذا يدلنا عباد الله على معاني عظيمة من هذا الحديث، ومنها صدق النبوة وصحتها وعموم الشريعة وشمولها، وأنها جاءت بالحق وللحق وبالحق نزل، كما قال جل وعلا، كما يدل على عظمة الشريعة وما فيها من رحمة من الله، حيث بين جل وعلا في حديث نبيه عليه الصلاة والسلام الداء، وفيه الإشارة إلى السبب، ويترتب على ذلك معرفة الدواء. ومن ذلك أن هناك أسبابا لا يمكن الاهتداء إليها إلا بدلالة الشرع، كما جاء في هذا الحديث، فإن الحديث ينص على أن من أسباب الأوجاع الفتاكة والتي لم تكن من قبل الفاحشة وظهورها وانتشارها وفشوها والعمل بها وإعلانها. وهذا فيه التنبيه لنتوب إلى الله جل وعلا ونرجع إليه سبحانه بالتوبة والإنابة والاستغفار، وأن نحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي مقابل ذلك عباد الله، مما أشارت إليه الشريعة الغراء بيان أصول الدواء، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر أن أناسا من عكث أو قال عرينة أتوا المدينة، أي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتووها أي كرهوها، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا صحوا، فما كان منهم إلا أن كفروا وارتدوا، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل واستاقوها وهربوا، فأرسل على إثرهم النبي عليه الصلاة والسلام فجيء بهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. فهذا الحديث عباد الله يدل على مشروعية التداوي وعلى فعل الأسباب، ويشير إلى أصل من أصول الدواء، وأن من العلاج الرجوع إلى ما ألفته الأبدان من المأكل والمشرب والجو والابتعاد عن الأمراض عن الأراضي
والأهوية الرديئة، فهذا مما يدل عليه هذا الحديث كذلك. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن المرض على قسمين: مرض القلوب ومرض الأبدان. فأما مرض القلوب فيتعلق بالشبهة والشهوة وطبه إنما يعرفه رسل الله تبارك وتعالى. وأما طب الأبدان فقال قواعده ثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المرض واستفراغ المواد الفاسدة. وهذه الثلاثة كلها جاءت الإشارة إليها في كتاب الله تبارك وتعالى. فأما حفظ الصحة ففي قول ربنا تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ليحفظ صحته فلا يمرض ولا يقع فيه المرض. وأما استفراغ المواد الفاسدة فما أشار به تبارك وتعالى: فمن كان به أذى في رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صار كعب بن عجرة قد امتلأ رأسه بالقمل فأمره أن يزيل شعر رأسه. هذه قاعدة ثانية في الطب، ألا وهي استفراغ المواد الفاسدة. والثالثة أن يحمي بدنه من كل شيء يؤذيه فلا يتناوله. هذه قواعد الثلاث جاءت الإشارة إليها في آيات كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا قليل من نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه الشريعة عباد الله من عند الله عز وجل، فهي شريعة ربانية إلهية لها خصائص العموم وخصائص الشمول ولها من الخصائص الديمومة، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ولكل مكان، ولا تزال ظاهرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال هذا الأمر ظاهرا إلى أن يأتي أمر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، ونسأله جل وعلا أن يعافينا بصحتنا وأبداننا، ونسأله جل وعلا أن يرفع عنا الزنا والبلاء والربا والوباء، وأن يعافينا في أبداننا. نسأله جل وعلا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.